مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نور سات وتلفزيون تيليلومير، والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يلتقي جموع الحجاج في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان. البطريرك ثيوفيلوس يستقبل شخصيات من جامعة فلسطين وبلدية بيت لحم. صليب الاستحقاق الهنغاري يمنح للمطران ويليام الشوملي. وفي نشرة أيضاً، أم الكنائس في السلط تستقبل وفداً بلجيكياً من فرسان القبر المقدس. أهلاً بكم. كعادته كل أسبوع وخلال لقائه بالحجاج في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان، تحدث قداسة البابا فرانسيس عن زيارته الرسولية الأخيرة لموزمبيق ومدغشقر وجمهورية موريشيوس، ودعوته للمسؤولين والشباب في تلك البلدان للعمل معاً من أجل الخير العام، وقال: أيها الأبو الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصاً الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوماً بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معاً صلاة الأبان باللغة اللاتينية، بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصاً للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضاً المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصاً عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد عدت مساء أمس من الزيارة الرسولية إلى موزمبيق ومدغشقر وجمهورية موريشيوس. أشكر الله الذي سمح لي بأن أقوم بهذه الرحلة كحاج سلام ورجاء، وأجدد التعبير عن امتناني لسلطات هذه البلدان. في موزمبيق ذهبت لأنشر بذر الرجاء والسلام والمصالحة في أرض تألمت كثيراً في الماضي بسبب نزاع مسلح طويل، وقد شجعت في هذا السياق سلطات البلاد على العمل معاً من أجل الخير العام. كذلك شجعت الشباب لكي يبنوا البلاد ويتخطوا الاستسلام والقلق، وينشروا الصداقة الاجتماعية، ويغتنوا من تقاليد المسنين. في كاتدرائية مابوتو المكرسة للعذراء سيدة الحبل بلادنس، التقيت بالأساقفة والكهنة والأشخاص المكرسين، واقترحت عليهم درب الناصرة، درب النعم السخية لله، في الذكرى الممتنة لدعوتهم ولبداياتها. من مابوتو انتقلنا إلى أنتاناناريفو عاصمة مدغشقر، بلد غني بالجمال والموارد الطبيعية ولكنه مطبوع بفقر كبير. لقد تمنيت أن يتمكن شعب مدغشقر، إذ يحركه روح التضامن التقليدي، من أن يتخطى الصعوبات ويبني مستقبل نمو، إذ يقرن احترام البيئة بالعدالة الاجتماعية. كعلامة نبوية في هذا السياق زرت مدينة الصداقة التي أسسها أحد المرسلين الأب بيدرو أوبيكا. هناك يسعى الأشخاص ليجمعوا بين العمل والكرامة والعناية بالأشد فقراً وتعليم الأطفال. كذلك عشت مع الشباب عشية غنية بالشهادات والأناشيد والرقص، وشجعتهم لكي يسيروا على الدوام ويجيبوا بسخاء على الله الذي يدعون بأسمائنا ويوكل إلينا رسالة، واثقين على الدوام بأنه حي وبأنه معنا. أما الاثنين الماضي فقد كرس للزيارة إلى جمهورية موريشيوس، مكان الإدماج بين إثنيات وثقافات مختلفة، حيث احتفلنا بالقداس الإلهي عند نصب مريم ملكة السلام في ذكرى الطوباوي جاك ديزيري لافال والمعروف برسول الوحدة في موريشيوس. بعدها وفي اللقاء مع سلطات الجمهورية عبرت عن تقديري لالتزام تناغم الاختلافات في مشروع مشترك، وشجعت على السير قدماً في القدرة على الاستقبال وفي مشهود الحفاظ على الحياة الديمقراطية وتنميتها. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لنرفع الشكر إلى الله ولنطلب منه أن تحمل البذار التي زرعت في هذه الزيارة الرسولية ثماراً وافرة لشعوب موزمبيق ومدغشقر وجمهورية موريشيوس. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, particolare al gruppo della confraternita della gioventù mariana. Nel 25° anniversario di fondazione, accompagnato dal vescovo di Peel, Monsignor Michel Aoun. Cari fratelli e sorelle, cercate di crescere in amicizia
anche con coloro che la pensano diversamente, in modo che la solidarietà cresca tra di voi e diventi l'arma migliore per trasformare la storia. Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بمجموعة أخوية شبيبة العذراء في الذكرى 25 على تأسيسها، يرافقها أسقف جبيل المطران ميشيل عون. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، اسعوا لكي تنمو في الصداقة حتى مع الذين يفكرون بطريقة مختلفة عنكم، لكي ينمو التضامن بينكم ويصبح السلاح الأفضل لتغيير التاريخ. ليبارككم الرب. برعاية عدد من المطارنة وبمشاركة كافة الكنائس والهيئات المسيحية في المملكة، أطلق مكتب الرجاء المسيحي بعمان برنامج طوباكم الخاص بدعم وتأهيل الأسر العفيفة. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. تحت رعاية أصحاب السيادة مطران الروم الأرثوذكس كريستوفوروس عطلة ومطران اللاتين ويليام الشوملي ومطران الروم الكاثوليك جوزيف جبارة، وبمشاركة كافة الكنائس والهيئات المسيحية في الأردن، أطلق مكتب الرجاء المسيحي خلال احتفال أقيم في النادي الأرثوذكسي بعمان مشروع طوباكم الخاص بتأهيل بيوت الأسر العفيفة في مختلف محافظات المملكة. وقدم قدس الأب مودي هنديلي المرشد الروحي لعائلات الرجاء المسيحي كلمة شكر فيها الله العلي القدير على إنجازات هذا المشروع التعاضدي، مشبها انطلاقته بحبة الخردل الصغيرة جدا والتي تصبح بعد زراعتها في الحقل والاهتمام بها ورعايتها شجرة كبيرة مثمرة. نصلي لأجل خدمة المحبة الاجتماعية التي تنبع من طبيعة الله، فهو محبة وغني بالرحمة، فلتصبح هذه الخدمة طاقة روحية لا إعالة اجتماعية وينبوعاً لعطاء لا ينضب، ليتم لقاء القلبين، قلب الله العطش إلى خليقته وقلب الإنسان العطش إلى خالقه. فالكنيسة أحبائي مدعوة بأبنائها وبناتها برعاتها ومؤسساتها لمداوات هذه الجراح وتخفيفها بزيت العزاء وتضميدها بالرحمة والاعتناء بها بروح التضامن والانتباه. نعرب في هذه الصلاة عن كل الشكر والتقدير وصلواتنا للقيمين على إدارة مشروع طوباكم، ونتذكر كلام أحد الآباء القديسين أثناسيوس الرسولي الذي قال، وأيضا تشابه كلمات يوحنا ذهبي الفم، طوبى لمن تألم معه فإنه سيتمجد معه أيضا بالمجد العتيد، فطوباك يا من تألمت وتحملت الضيقات الأرضية لأنك سترث الملكوت. آمين. كما قدم السيد عزام شويحات أمين صندوق مشروع طوباكم ونائب الأمين العام لمكتب الرجاء المسيحي شرحا وافيا عن برنامج طوباكم ونشاطاته ومشاريعه في مجال الخدمة والمحبة، لافتا إلى أن طوباكم يعمل على إعادة تأهيل منازل العائلات الفقيرة وصيانتها وتأثيثها ليتسنى لتلك العائلات العيش بكرامة في بيئة منزلية صحية وآمنة. عائلات الرجاء هي مكونة من 8 عائلات، إحنا معظمنا بالقطاع الخاص بنشتغل بالأعمال وزوجاتنا نفس الإشي، التقينا على كلمة الرب زي ما تفضل الأخ شكري بالشركة والمشاركة، الشركة في كلمة الرب والمشاركة بالأعمال. كما بنعرف برسالة يعقوب، الإيمان كما أن الجسد بدون روح ميت، كذلك الإيمان بدون أعمال فهو ميت. لذلك إحنا اجتمعنا على كلمة الرب حتى نتعمق ونفهم كلمة ربنا ونعيشها، وخلال مسيرتنا كنا نحاول أنه نعمل بعض المبادرات الصغيرة فيما يتعلق بمساعدة الفقير أو إعادة تأهيل بطريقة متواضعة لبعض البيوت من ناحية دهان أو إلى آخره، ولكن هذا فتح لنا آفاق كبيرة عن حجم المشكلة اللي موجودة. فلذلك إحنا كعائلات الرجاء
فكرنا بشو هي رسالتنا، شو هي ثمرة عملنا، وفكرنا أنه لازم نشتغل على هذا المشروع ونعمل والروح دائما يقودنا، وتوصلنا لأفضل اسم لهذا المشروع وسميناه طوباكم، طوبة لمن يعمل بهذا المشروع. أحب أقتبس من إنجيل سيدنا لوقا: أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا فائضا. العطاء أهم إشي وأحلى إشي، العطاء فرحة، العطاء قيمة، العطاء إنسانية، العطاء محبة، والمعطي هو اللي بيشعر بالسعادة أكثر من المستفيد. كما بارك الأساقفة الحاضرون هذه المبادرة وهذا البرنامج الخيري الذي تقوم عليه عائلات مجتمعية كريمة، هدفها أولاً وآخراً خدمة الأسر المسيحية العفيفة في مختلف محافظات ومناطق المملكة، حيث يأتي البرنامج كمبادرة تم إطلاقها من قبل عائلات الرجاء العام الماضي، ويتم إدارتها من قبل لجنة إدارة مجموعة عائلات الرجاء بالتعاون والتنسيق مع إدارة مكتب الرجاء المسيحي التابع للكنيسة الكاثوليكية في الأردن. استقبل غبطة البطريرك كيريوس كيريوس تيوفيلوس الثالث بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن السيد داود حسن مؤسس ورئيس مجلس أمناء جامعة فلسطين الأهلية، والسيد ماهر نيقولا رجل الأعمال الفلسطيني وعضو مجلس بلدية بيت لحم في مقر إقامة غبطته في البطريركية المقدسية. وقد بحث البطريرك ثيوفيلوس مع الضيوف عدداً من القضايا المحلية التي تهم الوجود العربية في فلسطين، وعلى رأسها قضية القدس وأملاك البطريركية هناك. وفي ختام اللقاء تبادل غبطته مع الضيوف الهدايا التذكارية. سلم سعادة السفير الهنغاري في المملكة تشابا تشيبيري سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن وسام صليب الاستحقاق الهنغاري الذي منحه إياه الرئيس الهنغاري، وذلك خلال احتفال مهيب نظمته السفارة الهنغارية بعمان. وألقى المطران الشوملي كلمة شكر فيها حكومة المجر على هذا التكريم وعلى منحتها السخية أيضا لإنهاء بناء كنيسة اللاتيني في المقطص، مضيفا: إن صداقتنا ودعمنا المتبادل سيخدم الأردن والمجتمع المسيحي الذي يعيش في هذا البلد الطيب بحرية وكرامة بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه. نور سات الأردن ممثلة بمديرتها الإقليمية الدكتورة باسمة السمعان وجميع العاملين معها يتقدمون بالتهاني القلبية المصحوبة بالدعاء لرب السماء أن يحفظ صاحب السيادة المطران الشوملي ويديم عليه الصحة والعافية. للسنة الخامسة على التوالي وعلى أنغام الترانيم المريمية احتفلت كنيسة العذراء الناصرية للاتين في الصوفية بعمان بختام الشهر المريمي. حضره سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتين في الأردن وعدد من الأباء الكهنة وجمع كبير من المؤمنين الذين تلوا بصلاة واحدة أبيات المسبحة الوردية متضرعين لله العلي القدير بشفاعة أمنا العذراء الفائقة القداسة أن يحل السلام على العالم أجمع. كثير مبسوطين نجتمع كمان مرة، العذراء اللي تجمعنا زي كل سنة هون في هاي الرعية، رعية العذراء الناصرية، في قديس اسمه القديس لويس دي مونفور. إيش بحكي لنا؟ بحكي الله جمع كل المياه وسماها بحر، سماها بحراً، وجمع كل نعمه وسماها مريم. يعني الله عنده كنز ثمين اسمه مريم العذراء، في هالكنز الثمين اللي اسمه العذراء حط كل النعم، كل اشي حلو عنده حطها، واجمل ما عنده ابنه
عشان هيك العذراء حملت في الطفل الإلهي. عشان هيك في القديس أغسطينوس إيش بحكي؟ لو تحولت كل أعضاء البشرية إلى ألسنة لتمدح مريم لن يكفيها المديح. اجتمعنا هون حتى نمدح مريم. العذراء اللي قالت رايحين العالم كلها تمدحني، ستمجدني جميع الأجيال. احنا اجتمعنا حتى نمجد أمنا مريم البتول. تعودنا كل سنة، هاي السنة الخامسة، كل يوم ثلاثاء لمدة 100 يوم الساعة 9 المساء نجتمع حتى نصلي الصبحة الوردية. الصبحة الوردية هي خشبة الرجاء بالنسبة إلنا. عشان هيك كلنا أول ما اجيت على هاي الرعية حكيت لهم رايح أسيج هاي الرعية بالصبحة الوردية، ونشكر الله. هي العذراء اللي معنا، هي العذراء اللي بتقودنا، هي العذراء صاحبة الكون بأجمعه. وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا. تم في كاتدرائية القديس جوارجيوس في عمان رسامة السيد بول حنا جوري شماسا إنجيليا في كنيسة الروم الكاثوليك بحضور جمع كبير من المؤمنين وذوي الشماس. إلى المزيد. لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسر. بقداس إلهي مهيب ترأسه سيادة المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بيترا وفيلادلفيا وسائر الأردن للروم الملكيين الكاثوليك. أقيم خلاله رسامة السيد بول جوري شماسا إنجيليا في كاتدرائية القديس جورجيوس أم السماق. حضر القداس الإلهي ومراسم الرسامة سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، وعدد كبير من الآباء الكهنة والراهبات والشمامسة وعائلة المرتسم وجموع من المؤمنين. أحيى القداس بالتراتيل البهية جوقة الرعية، ونظمه مجموعة كشافة ومرشدات شبيبة مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق. وبعد قراءة الرسائل والإنجيل المقدس رفعت القرابين الطاهرة على نية الشماس بول لأن يجعله الله خادما أمينا في حقل المسيح. وبعدها قدم المطران جبارة عظته للجموع شارحا خلالها عن الشماس منذ يوم ولادته وحتى يومنا هذا، مادحا كل أعمال الخدمة التي يعملها وينتظم بها على الدوام. كلمة صغيرة بس عن الشماس بول للأشخاص اللي ما بيعرفوا. بول ولد في الأراضي المقدسة في عائلة مسيحية ملتزمة مكونة من 6 أولاد، 4 بنات وولدين. بدأ حياته في خدمة الكنيسة انطلاقاً من رعية الرسولين بطرس وبولس في جبل ويبدي بعمر 7 سنوات، كما أنه انتسب للحركة الكشفية لسبب تلاقوا كشاف كتير الليلة بالاحتفال، لأنه كلهم بالنسبة له زملاء. منحه المطران إلي بشارة حداد سنة 2016 الإذن بمناولة المرضى في هذه الرعية، وهو لا يزال إلى الآن مواظباً بأمانة على هذه الخدمة الكنسية. هذا وقد ساعد أيضاً في الخدمة في رعيتي القديس النبي إيليا جبل الحسين والقديس جورجيوس الفحيص. عمل لسنوات عديدة في بنك ستاندرد تشارتر مديراً لقسم القروض المتعثرة، وقبل أن يقدم استقالته منه بدأ بتعميق ثقافته اللاهوتية منذ سنة 2016 في معهد الكنيسة اللاتينية الذي هو على اسم القديس كيريلوس، وهو الآن ملتحق بجامعة بيت لحم لدراسة اللاهوت والكتاب المقدس. تزوج بول من السيدة مها زباني منذ سنة 1990،
وقد استحصلت الكنيسة على الموافقة الخطية للسيدة زوجته. شكراً كمان ست معها. بحسب شهادة أبيه الروحي قدس الأب بسام شحاتيل يقول في رسالة التوصية: بول شخص ناضج ملتزم بالكنيسة وبالصلاة، يحب الخدمة ويسرع إلى تلبية أي طلب يطلب منه، فكل التوفيق للمرتسم الجديد بول في حياة الخدمة، والتبريك للكنيسة وللأبرشية بباكورات الشمامسة الدائمين، والمجد لله أولاً وآخراً. ومن ثم بدأت مراسم الرسامة بدخول الشماس من وسط الكنيسة رمزاً لدخوله من بين المؤمنين ليخدمهم، ساجداً 3 مرات متجهاً للمذبح ليدور حوله 3 مرات. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. كريانيسون، كريانيسون، كريانيسون. يا أشعيا ارقص طربا لأن العذراء قد حملت في أحشائها وولدت ابنا هو عمانوئيل. إلها وإنسانا معا واسمه وبعدها رفع سيادة المطران البطرشيل المقدس ملبسا إياه وهو يردد: مستحق 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 وفي الختام ألقى الشماس جوري كلمة محبة للجميع قال فيها: الشكر أولا إلى الله العلي القدير الذي منحني هذه الرتبة المقدسة، كما رفع الشكر إلى سيادة المطران كيرجوزيف جبارة الذي منحه هذه الثقة، وكذلك إلى الآباء أعضاء المجلس ولزوجته وعائلته، طالبا من الجميع الصلاة لأجله ولأجل خدمته الجديدة. أبدأ كلمتي هذه أولا بالشكر إلى الله العلي القدير الذي منحني هذه الرتبة المقدسة، والشكر إلى سيادة المطران كير جوزيف جبارة الذي منحني هذه الثقة، وكذلك إلى الأباء أعضاء المجلس المحترمين. أقف اليوم أمام الرب وأمامكم كي أجدد عهدي بأن أكون أهلاً لهذه الرتبة، وأن أعمل كل ما في جهدي لأكون المثل الصالح للجميع. وأعاهدك يا سيدي بأن يكون اهتمامي الكبير والأول لكبار السن والمرضى في البيوت والمستشفيات، وذلك من خلال الصلاة معهم ومناولتهم. سيادة المطران جوزيف، أعدك وأمام الجميع بأنك لن تندم أبداً على اختيارك لي كخادماً للرب والكنيسة، بل ستكون فخوراً بأن ثقتك بي كانت في محلها، طبعاً ليس بالقول بل بالفعل والخدمة. وأنا في خدمتك وخدمة أي كاهن يطلب مني المساعدة، وكذلك بخدمة الشبيبة والكشاف
في أي موضوع أستطيع المساعدة فيه. قبل أن أختم رسالتي هذه، أود أن أقدم الشكر إلى زوجتي مها التي تدعمني دائماً وتمنحني القوة والخدمة للرب والكنيسة والمؤمنين. وأخيراً أطلب منكم جميعاً بالصلاة لي كي أكون قوياً في خدمتي وأن لا أحيد عن وعدي لله ولكم وللكنيسة. خادمكم الشماس بول جوري. أقيم في كنيسة الخضر في محافظة بيت لحم قداس احتفالي بمناسبة عيد أمنا مريم العذراء. اشتمل القداس على ترتيلة وترنيمة روحية. المزيد في تقرير مندوبتنا في القدس مارلين الحدوي. احتفلت كنيسة الخضر في محافظة بيت لحم بقداس احتفالي ترأسه الأرشمندريت حنانية رئيس دير مار جورجوس، وقد امتلأت أدراج الكنيسة بالمؤمنين، فأحيت جوقة كنيسة العذراء للروم الأرثوذكس التراتيلة والترنيمة لأمنا مريم العذراء بمناسبة انتقالها بالنفس والجسد إلى السماء. ويشار أن بلدة الخضر الفلسطينية تقع إلى الغرب من مدينة بيت لحم وسميت بهذا الاسم نسبة إلى دير الخضر، وهو المزار الوحيد فيها، حيث يأمه المسلمون والمسيحيون على حد سواء لأخذ البركة. طبعاً اليوم إحنا في كنيسة مارجريس الخضر متواجدين في الكنيسة، عنا احتفال ببداية مدرسة الأحد، عاملين زي توزيع هدايا للطلاب المسيحيين متواجدين في الكنيسة. طبعاً عملنا كمان احتفال افطور الصبح بعد الكنيسة، وطبعاً نتمنى تواجد الناس في كنيسة مارجريس الخضر أكتر وأكتر. شكراً. كل سنة اليوم زي هذا، تاني هذا بالصيام نسعي هذا مشان ستنا مريم، مشان اليوم عيد اسمع نسعي شهيد مشان بيطلع نص الأسبوع، وهذا دير ما فيش طايفة مشان هذا بسعي بس يوم اليوم أخات اللي غادة سوينا مشان ستنا مريم ماجد اسمع مشان بيكفض علينا وبسالي ليسوع المسيح لابنك مشان كل الناس، مشان الأول شيء عشان خالص نفوسنا، وثاني شيء مشان بشفاعت بشفاعت والد لله يكون دائما مقبول عند ربنا عشان هي أمه. الهدايا برضو ناتي مشان نفس السبب، مشان بمجد ستنا مريم، ودائما هي بسالي مشان علينا وبيكفض علينا وبيكفض كل العالم، وهي تاخد الثلث المقدس، بعد الثلث المقدس ربنا الواحد هي ستنا مريم. كل عام وانتم بالخير. كنيسة الخضر تقع في بلدة الخضر وبتعني للمسيحيين أشياء كثيرة، تستقطب ليس فقط أهالي بيت جالة بل من بيت لحم وبيت صحور، بالتالي تعني لنا الكثير. طبعا لدينا كنائس عديدة ولكن نحبذ القدوم هنا لأنها لتشجيع الصلاة في هذه الكنيسة والتي تبعن عن مدينة بيت جالة مجرد 5 دقائق. بحب أصلي، وأنا عشان مشتركة في مدرسة الأحد أخذت هدية عشان بداية المدرسة. باجي بصلي على كنيسة الخضر، والخور عشان نرجع على المدارس أعطانا هدايا للمدرسة.
أنا مسؤول عن مدرسة الأحد في كنيسة الخضر، وإحنا منلتزمين في الكنيسة كل أحد ومشرفين على الأطفال. مساعدة أبونا قدس الأب الأرشمندريت حنانية دائما بيساعدنا في تقديم الهدايا بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد، وعملنا افطور تقشفي للرعية اللي بتصلي في الكنيسة بمناسبة رقود والدة الإله. وبنشكر اللي قائمين، بنشكر الكل ساعة كل من ساهم في هذا النشاط. في عيد ستنا مريم من كل سنة احنا بنعمل هون احتفال في كنيسة دير مارجيريس الخضر، وبنعمل فطور تقشفي بعدها، وبنوزع هدايا قرطاسية على أولاد مدرسة الأحد، وبيجوا من جميع أنحاء بيت لحم بيت جالة بيت صحور على الكنيسة. وبحب أشكر أنا النور سات على تصويرها للنشاط اللي صار عندنا اليوم في كنيسة مارجيريس. وبعد القداس توجه أطفال مدرسة الأحد لاستلام الهدايا من الأب حنانية، وهي عبارة عن قرطاسية بمناسبة بدء العام الدراسي والالتزام بالحضور في المدرسة الأحد. واختتم اللقاء بتناول الإفطار التقشفي في قاعة الكنيسة بحضور جميع المؤمنين. للنورسات مارلين الحدوة من بلدة الخضر بيت لحم. قام وفد من فرسان القبر المقدس في بلجيكا بزيارة إلى رعية اللاتين في السلط، التقوا خلالها راهبات الوردية، كما شاركوا في قداس إلهي أقيم بهذه المناسبة. تفاصيل أوفى حول الزيارة في سياق التقرير التالي. استقبلت كنيسة انتقال السيدات العذراء للاتين في مدينة السلط وفدا من فرسان القبر المقدس الذين قدموا من بلجيكا ليقيموا قداسا إلهيا في المزار التاريخي لمؤسسة الرهبنة الوردية الأورشليمية ماري ألفونسين. كان في استقبالهم راهبات الوردية اللواتي رحبن بهم بكل حفاوة، مقدمات شرحا وجيزا عن ولادة مزار القديس ألفونسين، والذي تزين بزيارة الفرسان له وإقامة القداس الإلهي فيه لأول مرة في جو من الخشوع والتأمل. كما أعرب فرسان القبر المقدس عن بالغ سعادتهم وفرحهم بهذا المكان المبارك الذي حمل بين ثناياه قديسة الوردية ألفونسين التي وصل صيتها إلى بلجيكا وكل العالم. Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur, car c'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et que tu nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
ثم توجه الفرسان إلى كنيسة انتقال السيدة العذراء للصلاة والتأمل في أروقتها العريقة، ليترجلوا بعدها إلى مدرسة البطريركية اللاتينية، متجولين في أقسامها ومرافقها التي بنيت بفضل أياديهم البيضاء، مستمعين إلى الكلمة الترحيبية من الهيئة التدريسية التي قدمت شرحا وافيا عن تطلعات المدرسة المستقبلية. يذكر أن القديسة ماري ألفونسين قد أعلن قداستها البابا فرانسيس في 17 من عام 2015 بساحة القديس بطرس في روما، وهي من مواليد 1843 وعاشت في السلط لمدة عامين منذ العام 1887 ولغاية 1889، وقد أعيد ترميم المكان الذي قطنت به ألفونسين لمدة عامين بتبرع خير من الدكتورة باسمة السمعان حاملة الصليب الذهبي لفرسان القبر المقدس عام 2016. ألقت الأكاديمية الجامعية الدكتورة إلهام عماري في مطرانية الروم الكاثوليك أم السماق محاضرة توعوية روحية بعنوان الأكاليل السماوية ومحبة أبدية. استهلها الأب الدكتور بسام شحتيت النائب الأسقف العام لمطرانية الروم الكاثوليك بصلاة شكر فيها الرب الإله على جزيل نعمه. وتناولت الدكتورة عماري في محاضرتها الأكاليل الخمسة التي أعطاها الرب يسوع للمخلصين الذين آمنوا به واعتبروه مخلصا شخصيا لحياتهم في السماء عند المجيء الثاني. وأوضحت الدكتورة عماري في محاضرتها التي شهدها عدد من السيدات الفاضلات أن هناك تحديات عديدة ستواجه المؤمن في حياته. وفي نهاية اللقاء تفاعلت الحاضرات مع الموضوع من خلال الأسئلة والنقاش التي تمحور حول عنوان المحاضرة. خدمة اليوم كانت عن الأكاليل السماوية ومحبة أبدية، هذا كان العنوان، هي عن الأكاليل الخمسة اللي الرب يسوع رح يعطيها للمخلصين اللي آمنوا بيسوع وأخذوه مخلص شخصي لحياتهم في السماء عند المجيء الثاني. لما نلتقي مع الرب رح يعطينا أكاليل، طبعا هاي أكاليل مجازية لكن هي بتحفز على الطاعة، ولأنه إحنا شكرين لربنا من أجل كل اللي عمله من أجلنا على الصليب، الخلاص والفداء، وكمان أعطانا ما أروع ما بالصلب والقيامة، إنه في القيامة المجيدة اللي هي إحنا زي ما هو مات يسوع وقام إحنا كمان منموت ومنقوم معه. فالخدمة هاي كانت موضوعها جديد، الأكاليل الخمسة، أعطينا فكرة شو هي الأكاليل ومين المرشحين وإيش التحديات اللي ممكن تقابلهم بالحياة. لكن كل الأكاليل هاي أي شخص بيستخدم الوزنات اللي موجودة عنده الرب يسوع عطاياها، الوزنات والقدرات والمواهب وثمار الروح القدس، وبيمشي زي ما بده يسوع رح يحصل على هاي الأكاليل. فهي خدمة أنا يعني برأيي أنه مفيدة، وإن شاء الله الناس تستفيد روحيا منها، مش بس أنه إحنا نعمل محاضرات، الهدف الأسمى والرئيسي إنها الناس تستفيد منها وتكون وقفة مع الذات ويشوفوا شو هم قدموا ليسوع خلال حياتهم، شو عملوا بالوزنات اللي الرب يسوع أعطاهم إياها، هل هي بضعفوها ولا بيطمروها زي ما عمل العبد الشرير. بشكر نور سات دائما متواجدين معنا الخير ولصوت الحق وصوت المحبة، وربنا يبارككم دائما وأبدا. شكرا. لأول مرة في الأردن والشرق الأوسط أقيم حفل بعمان للإعلان عن فيلم القديس لوقا مترجم بلغة الإشارة الأردنية. وفي الحفل ألقى مدير حمامة السلام للصم السيد سهل عبابسة كلمة بين فيها الجهود التي واجهها فريق العمل لإنجاز هذا الفيلم الذي استغرق العمل به حوالي 3 سنوات. كما ألقى ممثل من الشركة المتبنية لهذا المشروع كلمة أكد فيها مدى فخر الشركة بالمشاركة بإنجاز عمل كبير كهذا الفيلم الذي تم بالتشارك مع حمامة السلام. وفي ختام الحفل تم تقديم درع لحمامة السلام وشهادات تقدير للفريق الذي قام على هذا العمل. احنا اليوم عندنا انطلاق حفل ترجمة القديس لوقا للغة الإشارة، وهي شغلة أول مرة بتصير بالأردن والشرق الأوسط. هي عبارة عن ترجمة الكتاب المقدس حرفيا إلى لغة الإشارة، كلمة بكلمة، آية بآية، وهذا الإشي مستهدف لفئة الصم الموجودين بالأردن، فلسطين، سوريا، العراق، لبنان
وجميع بعض الدول من الدول الخليجية كمان اللي بتتناسق مع بعض بلغة الإشارة. هذا العمل هو الأول من نوعه. احنا عملنا already قبل 4-5 سنين فيلم حياة يسوع بلغة الإشارة، بس هذا احنا دخلنا في details أكثر وفي خلينا أحكي أعمق أكثر، وصار الأمور أدق من ناحية الترجمة، إنها صار للصم يقدر يقرأ كتاب مقدس آية بآية ويمشي الكتاب مع الإشارة. وهذا هو المشروع اللي راح ينطلق اليوم. هو عمل مضني لأكثر من 3 سنوات ضلينا مستمرين فيه، خلصنا واليوم هو يوم المنى بالنسبة لنا، راح نبلش في عرض الفيلم وراح ننشره بهاي المناسبة اليوم. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس يلتقي جموع الحجاج في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان. البطريرك ثيوفيلوس يستقبل شخصيات من جامعة فلسطين وبلدية بيت لحم. رسامة بول جوري شماسا إنجيليا في كنيسة الروم الكاثوليك. إطلاق برنامج طوباكم لتأهيل بيوت الأسر العفيفة في الأردن. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابع موقعنا الإلكتروني www.nursajordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.